صباح الخير. العاصفة زينة في الربوع اللبنانية، والاسم لحاله له عدة معاني. زينة هو تاني كوكب قزم بالنظام الشمسي، وبالميتولوجيا اللبنانية زينة أو إلس هي آلهة الخلافات والنزاعات. فالعاصفة الآتية من الأسطورة يبدو أنها حادة المزاج وحاملة مع الرياح والصقيع والثلوج، ومع قدوم الأميرة المحاربة اشتدت رياح العواصف الوزرية على جبهتي الصحة والاقتصاد، وارتفعت خطوط التماس بين الزراعة والبيئة. وتحت عنوان محاربة الفساد، سباق وزاري لرفع نسبة المشاهدة التلفزيونية بلعبة عرض العضلات، وزراء الجمهورية الغارقة في الفساد تحولوا أبطال الأسطورة الإغريقية، وكل وزير هيركوليز بوزارته. على نية مسيحيي الشرق والسلام بلبنان والعالم العربي، ارتفعت الصلوات والترانيم بالكنائس بمناسبة عيد الميلاد لدى الطوائف المسيحية يلي بتتبع التقويم الشرقي. بظل موجة العنف والدماء، بيبقى الميلاد مناسبة لإضاءة الشموع والتضرع من أجل عالم يسود فيه الحب والتسامح بعيدا عن تطرف المذهب والطائفة. كاميرا أخبار الصباح نقلت الأجواء الميلادية ورجعت بها التقرير للزميلة رولا أمين الدين. الطقس العالم كله اجتمعوا مشان العيد، لانه كلهم مبسوطين. بدنا نجي، اكيد بدنا نجي، نحن ما بنخاف لا من التلج لا من الشتي لا من السقعة، بدنا نجي نقدس ان شاء الله. الله بيعطينا من ايامات الحلوة ونحن منعيش فيها، لانه عنا جنة من الجنات. خلينا نعرف امتى الجنة ونرجف على هالجنة هيدي. شنو الهابور نور داريه رسول زنون. رغم الطقس العاصف والأمطار ورغم البرد وقوة الرياح، إلا أن استطاع عيد الميلاد لدى الأرمن الأرثوذكس جمع أبناء هالطائفة، فامتلأت الكنيسة وامتلأت الساحة بالأرمن لأرادوا المجيء إلى كاتدرائية الأرمن الأرثوذكس بأنطلياس للاحتفال بعيد الميلاد وحضور القديس لترأسه كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس أرام الأول. وكلهم مجموعين، يعني أحلى شيء بالعيد أنه تجمع العالم كله باسم يسوع باسم المحبة. الوقت اللي بيكون في عندك أولاد بتحس انه العيد احلى بكتير من قبل. لو الطقس اليوم ما عم بيساعد، بس حاول تجيبهم للاولاد، حاول تجيبهم يجوا معي الاولاد. عايشين برعب وب شو بدي اقول لك، ما مع خوف وهيك اشياء. على القليل في الاعياد واحد شوي بينبسط وبينسى هموم البلد. بس بضلنا جواتنا هيك غصه شوي صغيره، لانه كنايسنا بعدها هونيك مش كتير يعني تحت القصف. ما منحس بالعيد إذا ما في رواق، إذا في رواق كل يوم منحس بالعيد. ما في شرق إلا بالتعايش، ما في شرق إلا بالمسيحية والإسلام سوا يكونوا. للأرمن الأرثوذكس عادات وتقاليد وترانيم خاصة بيتداولوها من عام لعام، فبعد القداس وجه الكاثوليكوس أرام الأول رسالة بمناسبة الميلاد، ومن ثم انتقل إلى صالة كليكيا لاستقبال المهنئين بالعيد وتبادل الأمنيات لغد أفضل بوطن لا يزال يحلم بولادة الأمل. عيد الميلاد هو عيد يعني نجم مع العائلة على الكنيسة، منجدد إيماننا، نتمنى سلام دائم يحل على البلد ونرتاح بقى. إذا بتجي للمظبوط من كل شيء محرومين، ما في حياة، روتين. بتمنى شيء حلو هيك، صار 40 سنة لبنان عم ببكي، بكفينا. بدنا نعيد على طول، بدنا نصمد، بدنا نصمد بهالوطن. نتمنى إنه الشرق كله يصير فيه السلام
بس ما بتمنى غيره. بدنا سلام وتفاهم من بين الشعب اللبناني، هيدا أهم شيء. يا رم يا رم على نصر مصنبور نطوبي. نرجع لأجواء العاصفة زينة اللي وصلت إلى لبنان بكامل أناقتها واستقبلت بطنة ورنة حاملة معها ثلوج على ارتفاع 800 متر. هدايا العاصفة غير الثلوج تدني بدرجات الحرارة وأمطار وسيول، وهالزائرة زينت جبال لبنان بتلج الأبيض وزادت أمال الناس وأهالي كفر دبيان تحديدا بموسم سياحي حامل معه الخير. تقرير. التحذيرات من العاصفة زينة وما سبقها من تهويل توقعات مراصد الأحوال الجوية وما عم بيرفقها من إجراءات إدارية وشائعات عن إقفال المدارس وضرورة التزام المواطنين منازلهم أعادت للأذهان صورة العاصفة أليكسا، فالعاصفتين بيتشابهوا بالتوقيت وإن اختلفوا بدرجة قوتهم. ناطرين إن شاء الله تجي، ان شاء الله ان شاء الله تجي فيصادروش من هون ومن هون ومن هون يقنوا شو عملوا فيها مثل الاليكسا السنه الماضيه. الاعلام في تهويل كثير، بيقولوا لك الاول قالوا اليكسا واليكسا ما طلع ما في شيء، وهلا كل العالم مستعده بس حديث هلا منه مبين بعد في شيء. نحن بنشوف على الانترنت قبل بوقت قايلين قبل بجمعه انه بكره قويه جايه ثلاث ايام. ان شاء الله بتعملنا فقل متر عم بيقولوا. كثير حاسس لانه انا صبي اجري اجلك بعايره البارومتر تبع بعرف من صبي اجري الثلج اذا قويه ولا خفيفه. هلا في شوي بيزيدوها هن انه صارت انه غير قبل، بس انه بالاجمال يعني المفروض يعني موسمها هلا يعني اذا هلا ما ثلجت يعني انت بدها تتلج. بالنسبة لأبناء الجبل هيدي الشتوية وعواصفها مهما اختلفوا الناس على تسميتها، والتحضيرات لاستقبال الزائر الأبيض دايما جاهزة من الموني البيتية ووسائل التدفئة وصولا للمناقيش اللي بتكتسب طعم مميز أيام التلج. هاي الشمس هاي عم بتحضر التلجي دينا، هيك عم بيقولوا في تلج الليل على أساس بالليل نشوف مثل ما الله بريد. على ما يبدو عم يغير شوية التاس، امبارح كان أدفى التاس، نزل درجات الحرارة 4-5 درجات اليوم. في عالم عم بتجهزوا ليجيبوا مزوت وليجيبوا أكل أكيد للبيوت. شو بيعملوا؟ بيتحضروا يعني بيجيبوا خبز، بيجيبوا مزوت أكيد وحطب وكل هالشيء. ايه مزوت حطب وأكل وشرب، بس بعد ما شفنا شيء يعني جدة هون هينة، هون ضيعة وكلها تكيكيل وقريبة. هلأ بالنسبة لفوق ايه اكيد عم يتحضروا مجهزين حالهم الجرافات وكل شيء، بالنسبة لهون في كل شيء يعني عرفت كيف. العاصفة زينة بدأت بالوصول تدريجيا على لبنان، وأول غيسة استكمال ما بدأته نانسي، فزادت تراكم الثلوج وزادت أمال الناس بقرب افتتاح موسم السياحة الشتوية والتزلج. أكيد الكمية اللي جاية هي الكمية الحاضرة صارت 75% من الكمية المطلوبة، يعني هنا عم بيقولوا جاي رح يجي دوبل عن الموجودين، نحن بعدنا بحاجة ل 25 سنتيمتر وبتقلع العملية. العاصفة البشرية أو من العاصفة الثلجية؟ عندك عاصفة بشرية جاي كتير قد ما بدك جاي سواح. وعم بقوله مثل ما عم بقوله إذا الله راد هالجمعة في تلج كتير قوي، ومثل ما قال لك المختار وإن شاء الله خير ونص الموسم يعني فتح يتلقني، وإذا الله راد بدك كمل. هذا حياة المنطقة بالتلج، معلقة بالتلج، يعني إذا ما في تلج ما في ما عندك سواح بالمنطقة. هلأ التأس عم ماشي مزبوط لحديد هلأ، يعني لازم مثل ما أنه ماشي تدريجيا لازم تكون عاصفة منيحة. The
الطقس العاصف اللي عم بيخوف الكتار ويتركن أسرى منازلهم جذب بالمقابل على المناطق الجبلية عشاق التلج والمغامرة اللي تحدوا كل التحذيرات واتجهوا لأعالي كفر دبيان لاستقبال الزائر الأبيض. أنا من مصر وجاي لبنان سياحة وجاي عشان أتفرج على التلج ونستمتع يعني بالجو هنا. أول مرة أطلعت على التلج وكده كان نفسي أطلع على التلج من زمان فلسه بقى هشوف وجه أقول لكم. احنا جايين من ليبيا مخصوص من طبرق عشان التلج في لبنان إن شاء الله. أنا كل جاياتي على لبنان أجيب الصيف بس هالمرة قررنا نجي على الشتاء عشان نزور هالمناطق هاي الجميلة ما شايفيها. التلج وايد وايد حلو أوكي؟ مبسوطين كتير وإن شاء الله بعد تجي التلج أقوى من هيك حتى نعمل سكي لأنه هلا بعد مسكرين. زينة العاصفة البيضاء مرشحة للبقاء بلبنان لعدة أيام وكل الأمال إنه ما تخزل المواطنين ويكون بياضة على قد آمالهم وتوقعاتهم. حلقتنا متابعة معكم لننتقل لأستراليا ونتعرف على مدرسة الهوى. شو بتقدم هالمدرسة للطلاب وتفاصيل بهالتقرير. مي كرولي أولاد كتار بأستراليا بيعيشوا موزعين على مساحة هالبلد الواسع، يعني بالنسبة لكتار من هالأولاد الوصول إلى المدرسة بياخد وقت. لهالسبب كانت فكرة School of the Air أو مدرسة الهواء. المدرسة بتتواصل مع هالأولاد بمنازلهم من خلال الفيديو تشاتينج أو DVD ليتعلموا خطوات الرقص أو الهاتف، والمفاجأة أنه التلاميذ تعلموا رقصة حفلة آخر السنة من خلال DVD. بيوم الاحتفال بعضهم أخذت معه الطريق 8 ساعات ليوصل للمسرح وقدموا العرض الغنائي الراقص، والنجاح كان 100% كأنه كانوا عم يتدربوا كل يوم بفرصة الساعة 10. وننتقل إلى السؤال اليوم. سألنا الناس برأيكم شو البديل عن السكر والقمح؟ الأجوبة بالتقرير. السكر مضروب، قمح. قمح شو مضروب يعني؟ يا ريت بس هيدا المضروب، كل شيء مضروب بهالبلد، ما في شيء مش مضروب، الناس مضروبين. إيه طبعاً. لا مش راضيين؟ عم نغمض عينينا وناكل، تعودنا. صار عنا حماية. مش بحلي الشاي، انا بشربه من غير سكر. كيف عم حلي الشاي؟ بشربه مر، ما بشرب قهوه. انتو حلوين، انا مستعجله باي. مثل السكر. يا عمي يا عمي، اذا بدك تطلع بهالبلد بدك تنبشي بتلاقي كل شيء فساد وكذب ونفاق، عايشين بالكذب نحن والله. يعني لو ايش ما لو ما بدنا ناكل، طيب شو بدنا نسوي؟ لا عم ناكل لا سكر ولا قمح ولا شاي ولا شيء ابدا ابدا ابدا. وتحيه للوزير وائل بوفعور من شاشه تلفزيون المستقبل، تحيه كبيره 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 على الجهد وعلى الشغل اللي عم يشتغله. صار عمري 33 سنه عايش عم باكل كل شيء ما بعرف شو عم باكل، فتعود جسمنا. هلا اذا بتعملنا شيء نظيف يعني اذا بتوصل لهيدي النتيجه بندار يمكن. شو بده يحكي الواحد يعني؟ ما بعرف المسؤوليه عم توقع هون، انت اخبر مني بالامور هيدي يعني. العالم عم بتموت بالمستشفيات يا عم، كله وارد بهالايام، ما بقى فيك تستبعد شيء ابدا. بالسكر مضروب، لا مضروب، ما معي خبر انه مضروب، كله مضروب، خلص كله مضروب، خلينا نمشي، يصير عندنا مناعه بكره. هلا القمح احنا ما عندنا مشكله فوق بالبقع، تفضلوا على البقع. مش عارفك تلاقي حطوه على التيفي تاعي، اطلع عارف شي، يلا صور. السكر.
بس ليك الشعب اللبناني اذا بياكل شيء مش مضروب بالضر. بناكل خبز اسمر على الله ما يكون في شيء، لانه اذا انا ما اكلت خبز اولادي عم ياكلوا خبز، ما عم فكر انه طعمين اذا طست طولك بكون في شيء. طعميهم طست. ايه لا يعني 100 هلا بالكوليسترول والله يبعد الطاعون. ما عم تابع كثير الاخبار هالايام، السكر كمان؟ سمعت بالقمح والسكر بعد لا. سو في الكونديغيل وفي بركي الواحد بحط اصبعه جوا. انتوا شو بنعمل يعني؟ تعودنا عليه. والقمح عم ناكل خبز. ايه طيب شو بناكل؟ تعودنا. شو بنعمل؟ شاي لحاله يعني بدون اي شيء. ما بدك تحط لا هيك اطيب. يعني بنبطل نحط سكر يعني شو ممكن نحط؟ القمح فينا ناكل بداله؟ ما فينا اساسا نقعد بلا يعني ممكن طحين ذره، في عندك طحين ذره ممكن الواحد ياكل. الف تحيه للمستقبل للشيخ سعد الحريري، بنموت احنا من الاردن، احنا بنحب الشيخ سعد الحريري والمستقبل وتيار المستقبل ولبنان، بموت بلبنان انا بموت بلبنان حبيبتي. مين فين ليه؟ ثلاث ارباع ثلاث ارباع مضروب. انا ما بحط للشاي سكر. اذا بدك الصراحه خلي المدام تمسك الفنجان بيحلى لحاله، فلاني عريس جديد، لاني عريس جديد. ما اشربش الشاي اشرب ازوزه انا، ما اشربش الشاي اشرب ازوزه انا، وانا عطيته مشميشي هلا هلا، هو عطاني مشميشي هلا هلا. مطربه مصريه قديمه بس بالاول الله يطولنا بعمره الوزير فعلها، كل الوزير بيشتغل ما مشكله، اول مره بحياتي من ولدتني امي وزير بيشتغل بوزاره الصحه، اول مره بعرف انه وزير اشتغل بسمع انه وزير هي والله الله مراقبه على المي. المفروض ايه بيصير الا رئيس البلد ان شاء الله، هذا متمناه.